إذا بسم الله الرحمن الرحيم، معشر السامعين أعزائي المحبين، ألسنا لها من العاشقين وبحبها متيمين؟ ألم تبكي الملايين وتفرح الكثيرين؟ أتحدث لكم عن كرة تسر الناظرين ونحن بإيقاعها مستمتعين. هنا معلقكم عبدو يرسل لكم أطيب التحيات في كل مكان وحين. ليني جديدة جوست سامحني برك يا عبدو، لحظة عندي أنا. جول! هات بناتي واحد أخر. هدف بالعربية وبيوت بالفرنسية، جول بالإنجليزية، جول أثو بالإسبانية، بكل اللغات. هي 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 خلنا نقيد 0-3-B-7-0-1. سجلوا خلال تعادل قميرة دي أبي يا سيدي متعي. جول! هل حسمت المباراة؟ هل انتهت المباراة؟ كيف ستكون ردة الخصم يا ترى؟ ثانية كيف ستكتب برازيل؟ سانتربيرج بريغلا. الحمد لله الحمد لله. المره الجايه في البي اس 4 ملتقانا صاحبي. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو فيري ماتش ليز اند جنتلمان. تحيه اخونا هيثم، اخونا محمد، اخونا خليل، ان شاء الله ملتقانا سون. هذه البدايه ما زالت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلق عبدو. مثل ما تعرفنا على بعضنا قبل، باش نحكيو شوية على توتال فوتبول. توتال فوتبول لعبة أسطورية، لعبة ثلاثية الأبعاد، فيها مزايا خاصة مختلفة بعض الشيء على ألعاب كرة القدم الأخرى. أكيد نتشرف أن يكون معلق فيها. ما تنساوش الشباب باش ندخلوا نلعبوا أونلاين ونتحدى كل شخص فيكم أنه يلعب ضدي، وشرف لي أني باش نلعب ضدكم. وما تنساوش أيضا عندنا إمكانية وفرصة أنه نبنيو فريق الأحلام بتاعنا سواء أني أو أنت، وباش نلعبوا ضد بعضنا إن شاء الله. فشنو تستنى؟ Let's go.